المشارفة، هل لأنها تطل من أعلى؟ أم لأنها أصغر من المشرفة حجماً؟ أم لأنها أقل إطلالاً؟ أم ربما لأنها تقوم فوق تل أقل ارتفاعاً من سواه؟ على كل حال، فإن صفات المشرفات الموحدة بينها هي أنها تطل على ما حولها وتشرف وتكتشف شخصية زائرها والقادم إليها من قبل وصوله. المشيرفة في محافظة اللاذقية اسم لثلاث قرى، هي مشيرفة الساموك ومشيرفة الجهنية وأخيرا مشيرفة تابعة لناحية الدالية منطقة جبلة. توحي تسمية المشيرفة والمشرفة بأنها تطل من الأعلى وتشرف من فوق، وهذه بالفعل صفات مشرفات سوريا جميعا وأينما وجدت. المشيرفة أو المشرفة، هذا الاسم الشائع في القطر العربي السوري، إذ هناك 33 موقع في هذا القطر تحت هذا الاسم، وفي محافظة إدلب هناك أكثر من 5 مواقع تحت اسم المشارفة أو المشارفة أو المشرفة، فهي باللفظ واحد ولكن في المعنى قد تختلف باختلاف الموقع أو الإشراف أو الإطلالة، فهو اسم ذو دلالات متعددة ولكن الجوهر واحد. غير أن مشارفات الساحل تبقى الأجمل والأهم لعلاقتها البحرية وإطلالاتها الساحرة على المحيط القريب البعيد. تتمتع مشيرفة الساموك بخصوصية لم تتح لسواها من المشيرفات السورية، وهي أنها من الأسماء الشهيرة في العالم كله ومن المصطلحات. تعد مشيرفة الساموك الواقعة في الشمال الشرقي من مدينة اللاذقية على بعد 12 كيلومتراً وارتفاع 140 متراً من مستوى سطح البحر، بالقرب من قرية ستمرخو الشهيرة، وتعتبر جزءاً من هضبة البهلولية، وتتبع إدارياً لناحية قرى مركز ومنطقة اللاذقية. المشيرفة اسم تحمله 3 قرى في محافظة اللاذقية، أولها مشيرفة الدالي في منطقة جبلي، والثاني مشيرفة الجهني في منطقة الحفي، والثالث مشيرفة الساموك هذه في منطقة اللاذقية. تبعد القرية 12 كيلومتر إلى الشرق من مدينة اللاذقية، وهي تجاور قرية ستمرخو العالمية الشهيرة التي تعرف بأنها أقدم مستوطن زراعي وأقدم تجمع زراعي خارج القارة الإفريقية. تعد القرية جزءا من هضبة البهلولية، وهي اسم على مسمى حيث تطل غربا على البحر المتوسط ومدينة اللاذقية والسهل الساحلي، كما تطل جنوبا على وطن البسليس الذي تجتازه خط سكة حديد اللاذقية حلب وأوتوستراد اللاذقية أريحة، إضافة إلى إطلالتها الجميلة على سائر الآفاق حتى يرى منها جبل الأقرع وقمم جبال اللاذقية. أما اسمها فهو بمعنى المطلة أو العالية المشرفة على ما حولها، وأما الساموك فهو اسم استمدته من أن بانيها ومؤسسها الشيخ سلمان قد قدم إليها من الريف الجبلي وأقام فيها أول منزل،
وقد عمد إلى شجرة بلوط معمرة فقطع جذوعها واتخذ من فقطع فروعها واتخذ من جذعها الثابت في الأرض ساموكا رفع فوقه سقف البيت الطيني. كان ذلك البيت هو نواة القرية. أصبح اسم المشيرفة الساموك أو الساموكية أو الساموكيين نسبة إلى هذه القرية من الأسماء المعروفة على مستوى العالم ومن المصطلحات الأثرية التاريخية المتفق عليها في الأوساط العلمية لمواقع ما قبل التاريخ، إذ تعود بآثارها إلى الحضارة الأشولية نسبة إلى موقع سان أشيل في فرنسا. إن الأشولية حضارة ذات انتشار عالمي واسع ومتشابه، حيث تغطي معظم العصر الحجري القديم فيما بين 150 ألف و 100 ألف عام قبل الميلاد. لمعرفة الأعمار الحقيقية لسويات الكشوفات الما قبل تاريخية انتقالية لفترة ما بين العصر الحجري القديم الأدنى والعصر القديم الأوسط في مشيرفة الساموك، طبق الباحثون طريقة تدعى طريقة اليورانيوم نوريوم. وهكذا عرف الباحثون أن الساموكيين سكان مشيرفة الساموك فيما قبل التاريخ استخدموا السواطير والفؤوس، بينما استخدم الدفاعيون سكان تلول الدفاع في وادي العاصي الفؤوس الحجرية ذات الأشكال المدورة، بينما عرف عن سكان الفرات أنهم صنعوا السواطير الصغيرة المصنوعة من حجارة الكوارتز. تحوي أرض قرية مشيرفة الساموك آثاراً هامة أخرى تشمل العصر الروماني والبيزنطي والإسلامي تباعاً. وتحفل أرضها بعيون الماء القديمة مثل عين الحليبية، عين التركمان، عين القبيرية الواقعة شرقي القرية. وقد كانت ذات قناة حجرية ضاعت معالمها، ويذكر أن ماء مر الطعم كان ينقط فيها من نقر في الصخرة التي تعلوها، وكان السكان يستخدمون القطرات المذكورة في التداوي والاستشفاء. أما الآثار الإسلامية هنا فتبرز من خلال الأضرحة والمزارات المقدسة، ومنها ضريح الشيخ سلمان الذي أسس القرية وبنى أول منزل فيها في عهدها الحالي. في قرية مشيرفة الساموك يقوم بناء تاريخي تقليدي متهدم يدعى قبوة شومان، وكانت ظاهرة الأقبية هنا شائعة في قرى السهل الساحلي في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، حيث كان كل مالك كبير يقتني قبوا يقيم فيه الفلاحون ودوابهم
وأدواتهم ومؤنهم وأدوات الزراعة التي يستعملونها في أعمالهم. مشارفة ثانية من المشارفات السوريات تتبع ناحية التمانعة في منطقة معرة النعمان التابعة بالتالي لمحافظة إدلب. تقع هذه المشارفة على كتف بادية الشام، وقد تجرد اليوم اسمها من لاحقته السابقة الخوري وصارت تدعى المشارفة فحسب. يمتد وجود هذه القرية إلى العصر الروماني، وفيما بنيت بيوتها الحالية من المواد الحديثة المستعملة في عموم سوريا اليوم، فإن بيوتها السابقة كانت تنتسب إلى الشكل والمضمون اللذين كانا متبعين في سوريا الوسطى حتى الستينيات من القرن الماضي، أي إلى البيوت الطينية المقببة المستندة إلى قاعدة حجرية سوداء كأساس ترتفع عليها قبة من طين وتبن. في محافظة إدلب هناك ثلاث مواقع باسم المشارفة، ولكن أهم موقع هو هذا الموقع الذي نحن فيه، وقد تبين أن هذا الموقع عريق في أصالته وحضارته، إذ هناك بجواره تل خزنة المذكور في الوثائق أو الحوليات الأثرية إلى الألف الثاني قبل الميلاد. هذا التل قد حوى في باطنه بعض اللقى الأثرية والتي هي بحاجة إلى كشف وتنقيب، ولكن أهم ما موجود في هذه المنطقة أو في المشارفة بالذات هي بقايا لبرج دفاعي، ولذلك جاء الاسم المشارفة. تشير البقايا المعمارية القديمة في هذه المشارفة التابعة لناحية التمانعة إلى وجود حضاري ذي أهمية خاصة. تل خزنة، المزرعة التابعة إدارياً للمشارفة، تحفل بآثار وبقايا أبنية مبنية من الحجر الأسود، منها بناء يقول الأهالي هنا إنه ربما كان كنيسة، تبقت منها بعض الأعمدة والحجارة المنقوشة والمحفورة. ويتحدث الباحث الأستاذ فايز قوصرة في الجزء الأول من كتابه الرحالة في محافظة إدلب، ناقضاً أقوال بعض الرحالة في مشاهداتهم وتسمياتهم لقسم من الآثار في محافظة إدلب قائلاً: وأما مكان المسلة المشار إليها للشرق من الطريق بمقدار فرسخ ونصف فإنها ليست بمسلة، وإنما بمثابة برج لبناء دير أثري كبير يقع على قمة تل يعرف بتل العين بهضبة المشيرفة الخريبة، أو للغرب بالضبط من قرية دير الغربي على مسافة كيلومترين، ولا تزال أنقاض هذا البناء قائمة. أغلب الظن أن المقصود بهذا الأثر هو البناء الذي صورته كاميرا الأخوات في تل خزنة. المشارفة هذه التي نحن قد قمنا في جولة فيها، هناك فيها بقايا أثرية لأبنية ودارات وسواكف، أحدى السواكف عليها زخارف للأزهار، وأخرى فيها كتابة باللغة اليونانية وهي لغة الثقافة، وأيضا هناك بناء يعود إلى القرن الخامس الميلادي ذو بوابة جميلة
بساكفته وعواميده الأثرية. في مطلع القرن الماضي أي القرن العشرين بدأ الاهتمام بدراسة هذه المناطق، وكثير من الباحثين والرحالة قد زاروها ووجدوا فيها بعض الأبنية الأثرية من حجر البازلت الأسود، ومن أهمها التي ذكرناها سابقا، وأيضا هناك المقبرة الموجودة في المشيرفة والتي فيها شواهد جنائزية نقش عليها رسوم وزخارف وكتابات. بدأ استيطان العرب الموالي في مطلع القرن الماضي في المشيرفة وسكيك وغيرها من قرى المنطقة، لكي تبدأ حركة السكانية من جديد وإعادة القوافل التجارية من جديد في القرن الماضي. وبذلك استوطن العرب الموالي في المشيرفة وبدأوا ببناء أبنية جديدة من قباب الطيرية، ورمموا بعض البيوت الأثرية مرة ثانية وسكنوها، وبذلك تم إعمار المنطقة في مطلع القرن الماضي. السكن المعاصر في قرية المشيرفة يحيله الأهالي إلى شراء بعض البدو من عرب الموالي من شخص كان يملكها ويدعى دفين الخوري، ومن سكانها كذلك من قدم إليها من سكان مدينة سراقب وخان شيخون. يذكر الأستاذ أحمد وصفي زكريا أنه كان يقطن في زمنه أي في الثلاثينيات من القرن العشرين عدة قرى، من بينها مشيرفة، وأغلب الظن أنها قريتنا بالذات. كان يقطنها أمير الموالي الأكبر الأمير الشايش بن عبد الكريم في قرية قطرة شرقي المعرة، وهم ينقسمون إلى شماليين وقبليين، ويعد من أفناد الشماليين المشارفة في ضياع عدة من بينها مشيرفة والويبدة. تقع قرية المشيرفة الشمالية إلى الشرق من منطقة معرة النعمان، وترتفع عن سطح البحر بحدود 600 متر. يبلغ عدد سكانها حوالي 1000 نسمة، يعمل معظم السكان بالزراعة وتربية الحيوان. يوجد فيها جمعية فلاحية تقدم الخدمات للفلاحين أثناء موسم البدار، ويوجد فيها مدرسة للتعليم الأساسي يعمل فيها 9 معلمين على رأسهم مديرا، ويبلغ عدد الطلاب والطالبات بحدود 200 طالبا. ونعود إلى مشيرفة الساموك في محافظة اللاذقية. يبدأ تاريخ مشيرفة الساموك الحديث على يد الشيخ سلمان علم الدين الكاتب الملقب بالمرجى في أواخر عام 800 للهجرة. شيد أول بيت موجود هنا حفيد الشيخ سلمان الشيخ إسماعيل تاج الدين الملقب بالراهب، ووضع له ساموكا يقويه ويسند سقفه، وهو ما يزال قائما على حاله
مع تنفيذ بعض الإصلاحات العادية والضرورية. قرية المشير في قرية زراعية، رغم قربها من المدينة ورغم أن الخدمات قد شملتها وغطتها سائر المرافق العامة، إلا أنها لا تزال تحافظ على روح الماضي وعلى علاقات الاجتماعية الحميمة، ومن جهة المناسبات السعيدة والحزينة وسواها دائما في حالة جوار وتآخي، وهنالك الأفراح التي تعم هذه القرية في جميع الأوقات، يشترك فيها الكبار والصغار، ونموذجها الأعراس، ونموذجها أيضا الاحتفالات في نهايات المواسم الزراعية التي تتسم أيضا بسمة التعاون المثمر الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع معا. إن مشيرفة الساموك تفخر اليوم بأصلها ومؤصلها وبالمتعلمين تعليماً عالياً من أبنائها الذين رفعوا راية العلم وواصلوا الرسالة التي انطلق منها المؤسس وتراثه، مع العلم أن الحفاظ على التراث التقليدي هي من المعالم التي تطلع بها النساء والرجال سواء بسواء. بدر منور سماها لمشير في محلاها بدر منور سماها سهران بكل الأيام سهران بكل الأيام هاي زيتون محلاها يا ضو هاي ليمون محلاها منها بيعطول المعجزي فيها الساموك شو تطلب منها بيعطول المعجزي فيها الساموك وحياة واطى الرغبي تحرسها بنور عيني وحياة واطى الرهبي تحرسها بنور عيني غني معي يا صبي لمشير في محلاها لمشير في محلاها بدر منور سماها لمشير في محلاها البدر منور سماها سهران بكل الأيام سهران بكل الأيام وهي ليمونة محلاها يا ضو هي زيتونة محلاها يعتمد سكان المشيرفة الإدلبية التابعة لناحية التمانعة على الزراعة وتربية الحيوانات الداجنة، وتزرع في الأراضي التابعة للقرية بعلياً مختلف أنواع الحبوب والشعير والكمون والكزبرة والحبة السوداء. ويقول مدير مدرسة القرية الأستاذ عبد المنعم حسين سراقبي إن ظاهرة تعدد الزوجات نادرة جدا عندهم، لأن الوعي الاجتماعي قوي بين السكان وروح التعاون سائدة بينهم حتى في بناء بيوتهم الجديدة وحفر آبارهم، وهي آبار تنتمي إلى نوع الجباب التي يتم جمع مياه المطر النقية فيها من أجل الشرب والاستعمالات المنزلية الأخرى.
على أن مشروعاً لجر المياه النقية من ناحية سنجار التي تبعد 12 كيلومتراً كان يجري التحضير له، غير أنه استبدل بمشروع آخر لجر مياه عين الزرقاء إلى القرية والقرى المجاورة. إنهما شرفتان شقيقتان، فصلت بينهما المسافة وجمعت بينهما صفات العلو والارتفاع والإشراف والعمق التاريخي، الانتماء وروح التعاون والتآلف والرغبة في التقدم والتطور. نلتقي معا على خير، إلى اللقاء.